اليوم أنا وأخي النائب قائد عمليات المشتركة وقائد القوات البرية وقائد عمليات الأنظار مدير الاستخبارات العسكرية قمنا بزيارة إلى مقر فرقة المشاة الأولى في الرتبة للاطلاع على أحوال الفرقة، الانفتاح، عمل الفعاليات، أيضا تواجد المجاميع الإرهابية في قاطع المسؤولية. صار عندنا تصور واضح عما يجري في مقر الفرقة الأولى وقطاعاتها المتواجدة في ألويتها الأربعة. ثم قمنا بجولة استطلاعية من الجو لبعض المناطق اللي نرتئي أن نعيد ترتيب وانتشار قطاعاتنا بهذه المناطق بما يضمن السيطرة على الجزيرة بأكملها ونمنع أي تواجد أو تسلل لقوات العدو باتجاه قطاعاتنا أو باتجاه محاولة الأنبار. لاحظنا الاندفاع العالي من قبل المقاتل رغم برودة الجو، رغم قساوة يعني الجو والتضاريس الأرضية الصعبة، لكن نشوفهم بعمل مستمر، عمل دؤوب، فعاليات مستمرة بالكمائن، بالدوريات، بالعمليات، بالإنزال بالطائرات السمتية. كنا مطمئنين لعمل هذه الفرقة واليوم زاد اطمئناننا. طبعا مثل ما تعرف أساس نجاح في عمليات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الناجحة. نأكد دائما على الاستخبارات وتعاون وتنسيق الوكالات الأمنية والاستخبارية، كذلك استخدام التقنيات الحديثة وخاصة في هذه المناطق. اليوم السيد رئيس أركان الجيش أوعز بتعزيز الجهود الجوي في هذه المناطق، طيران السمتي وطيران الاستطلاع، هذه منطقة واسعة، وأيضا استطلعنا من الجو أماكن عديدة. مثل ما تعرف الآن كل ما تغيرت التهديدات يحتاج إلى إعادة انفتاح بالقطاعات وإعادة الانتشار. تناقشنا مع السيد رئيس أركان الجيش المحترم والسيد قائد القوات البرية وقائد عمليات الأنبار بخصوص إعادة الانفتاح الحالي بما يضمن السيطرة على كل القاطع الغربي.